نظمت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 ملتقى علمي حول المقاولة وأجهزة الدعم المرافقة لها، وهذا بهدف تنمية روح المقاولة لدى الشباب في الأوساط الجامعية. تفاصيل أوفى مع وداد زردون. توسيع أفق الطالب نحو المقاولة وأجهزة الدعم المرافقة لها هو ما جاء به الملتقى العلمي الذي نظمته كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. Aujourd'hui les étudiants ont une chance incroyable qui est de se lancer sans avoir de gros risques en contrepartie. Ça veut dire qu'aujourd'hui les étudiants ont la chance d'entreprendre et de lancer des projets sans pour autant attendre la fin des études premièrement. La seconde des choses, c'est que même après les études, ils peuvent directement lancer en entrepreneuriat. إدماج الطلبة المقبلين على التخرج في طوري الليسانس والماستر من خلال اتفاقية مبرمة مع وكالة للدعم تشغيل الشباب. في إطار الشراكة مع جامعة الجزائر 3 وخاصة منذ إنشاء دار مقاولتية في 2016 بالحرم الجامعي، نقوم بشكل دوري يعني كل شهر بالقيام بأيام إعلامية وأبواب مفتوحة لفائدة الطلبة الحاملين المشاريع، يعني نوجهوهم للدار المقاولتية باش يرافقوهم، خاصة الطالب اللي يكون عنده فكرة تاع مشروع. واحد عنده فكرة يقدر يأسسها، وكيفاش؟ باسكو في البلاتفورم في المنصة تاعنا عندنا كامل لي كومبيتونس الجيريان، لي دي زيتيديون دي بروفيسيونيل دي اكسبير عندهم مواهب ويحبوا يمونيتيزيوها، يزوفر هاد لي كومبيتونس لهاد لي زونتربرونور اللي يجوا في البلاتفورم تاعنا. المرافقة المقاولتية برنامج فعال للنهوض بالمشاريع المصغرة في الجزائر. هذه المرافقة تفتح أبواب النجاح للطالب المقاولتي الطموح.